قصته. حكايه فانوس رمضان وسر ارتباطه بشهر رمضان المبارك. كلنا عارفين ان طالما في فوانيس بدات تظهر في الشوارع يبقى خلاص رمضان قرب. وبان بقى رمضان خلاص على الابواب وكل سنه وانتم طيبين، يبقى لازم نعرف مع بعض هو ليه الفانوس مرتبط بشهر رمضان. تعالوا كده بينا نرجع بالزمن شويه لورا، تحديدا في عصر الدوله الفاطميه في مصر، واللي وقتها امر القائد جوهر الصقلي من سكان المدينه انهم يضيئوا الشوارع والطرق بالشموع عشان يستقبلوا وصول الخليفه الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي. وقتها هو كان هيوصل القاهره بالليل، وده كان خامس يوم رمضان سنة 358 هجريا، فلازم يكون في اضاءة تنور الشوارع والطرق عشان الناس تعرف تستقبله. والناس فعلا بدأت انها تنفذ اوامر جهر الصقلي، وبدأوا يثبتوا الشموع على الواح من الخشب وغطوها بالجلود عشان يمنعوا يعني ان الشموع تطفي بسرعة وتفضل منورة اطول فترة ممكنة. من هنا بقى كانت بداية صناعة الفوانيس، والناس بدأت تطور الفكرة دي ويصنعوا جسم الفانوس من النحاس ويحطوا جواه شموع عشان الضوء بتاعها يظهر الوان وزخرفة الازاز بتاع الفانوس، وفي نفس الوقت الفانوس يكون مضيء. بس مش دي القصه الوحيده اللي مكتوبه في التاريخ، في قصه كمان بتقول ان العائلات في بيوت زمان كانوا بيرافقوا الخليفه الفاطمي في رحلته عبر المدينه. وقتها كانوا بيعدوا من بوابات القاهره القديمه زي باب النصر وباب الفتوح عشان يوصلوا للمقطم. طيب وكل التعب ده كان هدفه ايه بقى؟ كانوا بيعملوا كده عشان يستطلعوا الهلال بتاع رمضان من هناك. وفي الرحله دي بقى كان كل الكبار والصغيرين بيكونوا معاهم فانوس في ايديهم عشان ينوروا الطريق ويعرفوا يمشوا فيه براحتهم في الشوارع. وفي الوقت ده كانت الناس بتفضل تغني وتحتفل بقدوم شهر رمضان المبارك. ومن هنا بقى بدات فكره الفوانيس ترتبط بشهر رمضان واحتفالاته. بصراحه كلها قصص جميله جدا، يا ريت كل الناس بقى يكون عندها ثقافه بالحاجات البسيطه اللي تتعلق بعاداتنا وتقاليدنا خصوصا في شهر رمضان المبارك. بس عشان بقى التالتة تبتة، في رواية أخيرة اتذكرت برضو في كتب التاريخ وأكيد هنقولها لكم يعني، يلا بينا. الرواية دي بتقول إن في القرن العاشر الميلادي الملك الحاكم بأمر الله منع الخروج من النساء من بيوتهم طول السنة، بس عمل استثناء إنهم يخرجوا عادي في شهر رمضان المبارك عشان الصلاة وكده. وفي الوقت ده كان في ولد بيستخدم الفانوس عشان الناس تعرف إن في ستات معاه في الطريق، بحيث أول ما يشوفوه يوسعوا ليه الطريق والستات اللي معاه تمر بكل بساطة. لا مش بس كده، ده كمان في ناس بتقول ان الخليفة الحاكم بامر الله امر ان الناس تركب الفوانيس في كل زقاق وقدام كل بيت، ولو محدش نفذ الامر ده كان بيدفع غرامة. عشان كده انتشرت الفوانيس في الفترة الزمنية دي، ومن ساعتها ازدهرت صناعة الفوانيس في مصر واتطورت لحد ما بقى في اشكال كتير ومختلفة من الفوانيس. يلا كل سنة وانتم طيبين. كنت معاكم اهلة اسامة من موقع بصراحة، استنونا ننقل لكم كل جديد.